الأصوات. يقدم لكم هذا البرنامج من طرف ماكسيس. ماكسيس، مرحبا بكم هنا في الفقرة اليومية والصباحية الجديدة ستي الحبايب. هذا الموعد طبعا اللي من خلاله كنتقاسم معكم قصص وشهادات جد مؤثرة ديال الأمهات المغربيات اللي كناخدها من خلال الجروب أيضا الجديد ستي الحبايب، اللي ممكن كل واحدة فيكم تنضم ليها عبر الصفحة الرسمية سناء زعيم أصوات عبر الفيسبوك. حكي لي قصتك، شنو غيرت عندك الأمومة وشنو كديري من أجل وليداتك. هذا هو التحدي أيضا اللي غادي تقاسم معنا هذا الصباح عزيزة أم عادل من دار البيضاء، 51 سنة، ربة بيت. صباحك سعيد عزيزة. صباح النور للا سناء، مرحبا بك في حديث مغزل ومرحبا بك في الجروب. بارك الله فيك للا سناء، بارك الله فيك. القصة ديالك كانت مؤثرة، والقصة ديالك تفاعلوا معها السيدات وفيها واحد المشاكل باش بديتي كتعاودي اللي مروا منها بزاف ديال النساء المغربيات. فأنا اليوم طبعا غنخليك تحكي لنا كيفاش تغيرات حياتك وانت أم ديال ثلاثة ديال الأبناء. تزوجتي صغيرة، كانت عندك 24 سنة. بالضبط. بصراحة أنا القصة ديالي بدأت من نهار تزوجت، كانت مشاكل عائلية بين كيف ما قلتي عدوستي ولوسي، كان راجل الله يعمرها دار. عشنا مشاكل عائلية ودلنا من أزمة مادية صعيبة بعد ما تعرضنا للطرد من طرف الأخت الزوج ديالي بحكم أن حماتي كسبت كل أملاكها لبنتها. اضطرينا أن ناخد واحد المبلغ مالي من البنك برغم أنه كان صعيب علينا بحكم كان الراتب الشهري ديال راجلي كان ضعيف. كتبقى لي أنا غير 800 درهم باش كنتكلف بالدار وبالوليدات، يعني ما كنلقى ما ندير بها بهذيك 800 درهم. وكنت كنكمل شهر بالسلف من عند الوالد ديالي الله يرحمه. نهار تطردتوا من البيت العائلي، انت يا داك الوقت عندك وليداتك؟ كانت عندي ايمان وعادل، بالضبط كان عندي جوج الوليدات. نعم، ايمان اللي اليوم عندها 26 سنه تبارك الله، عادل اللي في العمر ديالو 24 عام، وزدتي عليهم يونس الاصغر اللي هو 20 سنه. يعني خرجتو لقيتي راسك كيف كنقولوا على الدص وانت ام لجوج الوليدات. شنو درتي من اجل وليداتك عزيزه؟ عاودي لنا. بعد ما خدينا داك الكريدي باش غادي نشري داك الدار، اول حاجه هذاك الكريدي هزيناه في سبيل وليداتنا باش نستقروا، باش ما يبقاوش عايشين بين خوتي ووالدي، خصهم يعيشوا بين الاب والام ديالهم ويكون عندهم بيت واستقرار. اكيد يعني هذاك الكريدي اللي غامرنا فيه في سبيل وليداتنا. ثاني حاجه، من بعد ما لقيتش باش كنكمل الشهر، ما لقيتش باش كنكتي وليداتي باش نشري لهم كتبه، خدمت درت الخياطه، كنت كنخيط وكان نبيع المحلات. في ايام الشتا كنت كنصوب تريكوات ديال الصوف وكنبيعهم، في الوقت الصيف كنت كنصوب الحلوه الاعياد المناسبات، هكا باش كنت كنتعاون مع الوقت. يعني الامومه كتخليك تكافحي، كتخليك تضحي بالغالي والنفيس، كتعلمك الصبر. وليداتك ملي كانوا كيشوفوك كتضحي وكتكافحي وكتقاتلي انت والاب ديالهم، كيفاش كانوا كيتعاملوا معكم وهذا الشيء شنو ربا عندهم اليوم؟ اول حاجه بنتي كانت على درايه بكل داكشي اللي وقع لينا من المشاكل العائليه. وكانت على درايه بالوضع المادي اللي كنا كنعيشوا فيه، واخا كانت باقا صغيره، كانت عندها تقريبا 7 سنين، كانت كتعاونني في الحلوه، كانت كتسخر ليا، كتعاونني كتقول لي ماما روحي هذا انت بالك، وهذا الشيء هذا تعلمها حتى هي انها تكافح مع الوقت. خرجت حربيه. حربيه وبرافو عليك، هذا راه مكسب كبير غزال. ودابا مني قرات في لافاك تعلمت على واحد القضيه انا ما كنتش نلاحظها في الاول، لاحظها في باها، فانها ما كطلبتش من عندي فلوس بزاف، قليل فين كطلب من عندي فلوس. من بعد عرفتها انها كترسم دي بورتري وكتبيعهم، حيت هي تبارك الله فنانه تشكيليه. برافو، عمرها ما دخلت للدراسه داك الشيء، الحمد لله العظيم. صوبت فيا مات الاكواريوم ديال الحوت وكتبيعهم، يعني كتقاتل مع الوقت، ما كديش عندي انا تقول لي يعطيني، مع ان الحاله الماديه تحسنات. نعم. وراجلي تبدل البوست ديالو. يعني حتى هي طلعت مكافحه تبارك الله عليها، زعما وكيقولوا منين داك جديه من داك الزير. راه القدوه والمثال هي الام، هي الرعايه، هي الحنان، هي الحب، هي العنايه. واكيد انه هادشي تشربوه وليداتك اليوم. وككلمه اخيره، انت معنا في الجروب وفي هذه الفقره ستي حبايب، اشنو تقولي لكل امهات بحكم هذه التجربه اللي تقاسمتي معنا اليوم وكنشكرك عليها؟ بصراحه المراه المغربيه معروفه بالتضحيه وبالكفاح وبالصبر، وكنوصل يعني الامهات اللي مازال كيتسناو وليدات او اللي عندهم دابا وليدات،
انهم يصبروا ويضحيوا ويكافحوا من اجل وليداتهم ويعطوا كل ما عندهم. مازال عندك عزيزه هدف في الحياه اللي بغيتي مازال توصلي ليه وليداتك وتشوفيهم هكذاك، شنو هو هذا الهدف؟ صراحه انا داكشي اللي كنت كنتمناه انا الحمد لله انا شفته، بنتي تبارك الله هي في سلك الماستر ودي تقني كهربائي، كنتمنى غير يخدم دابا ان شاء الله الله يكمل بالخير. ولدي يونس طالب بكليه الحقوق شعبه الماستر، يعني كنشوفهم كنتمنى انني نشوفهم في اعلى المراتب، يعني حيت صافي وليت كنشوف احلامي كلها كنشوفها غير في ولادي. الحمد لله الحمد لله انا فخوره بهذا الشيء اللي درت، فخوره باني ضحيت بكل ما عندي باللي ورايا واللي قدامي، والحمد لله كانت النتيجه مرضيه. وكنحييك عزيزه على هذا الافتخار اللي اليوم وصل لقلوبنا كاملين، كنقول لك برافو 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 عليك وواصلي، وهذه هي الام اللي كنفتخروا بها فعلا. الله يخلي لك الوليدات، سلمي على مول الدار وتكوني مفتخره براسك براسك ايضا. شكرا جزيلا لك لاله سناء، وتحيه لك وتحيه للطاقم التقني والفني الراديو اصوات. الله يبارك فيك على هذه المبادره هذه، شكرا جزيلا لكم. شكرا. وترقبي معنا ان شاء الله القرعه ديال نهايه الشهر اللي فيها مع ماكسيس وراديو اصوات. كنهديو لكم مجموعه ديال الهدايا من ذهب الخالص، سلسله اللي مكتوبه فيها خصيصا ليك ستي الحبايب واللي فعلا كتستحقها كل وحده فيكم. كنشكركم، ولا بغيتوا تنتم تعاودوا لنا اشنو غيرات الامومه في حياتكم، ما عليكم الا تلتحقوا بنا عبر الجروب ستي الحبايب على الصفحه الرسميه ديالي ديال الفيسبوك سناء الزعيم اصوات. قدم لكم هذا البرنامج من طرف ماكسيس. ماكسيس عزيزة واحدة من الأمهات اللي تفاعلوا معنا عبر الجروب واللي كتبوا لي قصص مؤثرة وكفاح، ويعني نضال من عند الأم والحب، الحب بدون حب لا مشروط من عند الأمهات المغربيات. لايك يا للا الصفحة ديالي الرسمية سناء الزعيم أصوات، نضمي المجموعة غتلقى واحد الفيديو على الفوق ديال الصفحة فيه الرابط كيفاش تدخلي عندنا الجروب ستي الحبايب، لايكي الصفحة ديال ماكسيس، وطبعا تقاسمي معايا القصة ديالك. ان شاء الله غادي تاخدي فرصة نسمعوك ودوزي معنا في برنامج حديث ومغزل. يلا حنا للحديث بقية مع الدكتورة فدوى السعداني المعالجة النفسية والجنسية اللي دائما كترافقنا حتى